النهارده عندنا الهاي كي، هنشرح الهاي كي تكنيك وهنوريكم صور بعض اكزامبلز للهاي كي، وهنوريكم كمان ازاي ان انت تعمل السيت اب كامل عشان تقدر تطلع صور زي الصور اللي احنا هنشوفها دلوقتي. الهاي كي هو تكنيك مختلف شويه من الاضاءه. احنا عندنا نوعين من انواع الاضاءه او نوعين من انواع التكنيكس الموجوده في الصور، بيبقى اللو كي والهاي كي. تعالوا نشرح ونشوف توزيعه الاضاءه عامله ازاي. احنا محتاجين ايه دايما؟ احنا المره اللي فاتت لما جينا شرحنا قلنا ان انا عندي ثلاث حاجات بفكر فيهم، صح؟ حد فاكرهم؟ لا، ده في الاول خالص. احنا المره اللي فاتت المره اللي قبل اللي فاتت لما قلنا احنا داخلين الاستوديو، اول حاجه بفكر انا عايز انور ايه، وبعدين هنوره ازاي بايه، صح؟ تالت حاجه ايه؟ عايز انور ايه؟ اتجاه الاضاءه انت عايزها مشتته ولا موجهه؟ تالت حاجه هتستخدم ايه؟ تلات حاجات دول لو انت فكرت فيهم في اي صوره من الصور دي تطلع صوره كويسه. نبدا ان احنا نشتغل على لازم الخلفيه بتاعتك تكون بيضاء، وانت طبعا ما تقدرش تحصل على البياض ده كورق يعني او كروما. لو انت هتشتري كروما عمر ما في كروما او ورقه او قماشه هتديك البياض ده كله، فاحنا بنستخدم الاضاءه في انها تديني البياض ده. يعني انا هخصص وحده اضاءه او وحدتين اضاءه في ان هم يخبطوا في الخلفيه، ينوروا الخلفيه كلها. يعني نبدا ان احنا نحط السيت اب ونشوف ازاي ان احنا نطلع نتيجه كويسه. انا بحب اصور على المونوكروم. لو انا هشتغل ان الكاميرا تديني تو فايلز، بحب اشتغل على المونوكروم جدا لان انا بشوف النتيجه قدامي على طول. يعني ببدا ان انا اشوف تخيل الصوره اللي انا كنت متخيلها قدامي على الكاميرا ابيض واسود.